أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحدثنا نصر بن عاصم، حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل، حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا قصيف، حدثنا مقسم مولى بن عباس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل، في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن أبي الزناد، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين بالعين. حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال: قرأت على عبد الله بن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المغيرة بن سلمة حدثنا ابن المبارك عن الأجلح حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب إني قد بلغت من لدني. طولها حمزة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها. حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة بخفرة. حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري أخبرنا هارون أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قالا حدثنا أبو أسامة حدثني الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة فقال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي
حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة. حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبدة بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أغرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري حدثنا سفيان حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ماله أخلده. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائيل وميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبرائيل وميكائيل. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر يعني ابن عمر حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنخري حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إنا نقرأها ائت لك يعني فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله